العزيز محمود يونس، رئيس مكتب العلاقات العامة لإقليم الفرات. اليوم وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف التي تمر فيها مدينة الرقة والريف الجنوبي أيضا، رأينا بأن يتم اجتماع لوجهاء العشائر والشيوخ وكذلك الفعاليات الاجتماعية الأخرى من مثقفين وتجار وصغار كسبة، من أجل أن يتم دراسة الوضع الأمني والاستماع إلى آراء المجتمع، وكون المجتمع هو الأساس والمعيار الأساسي لانطلاقنا نحو بناء سوريا ديمقراطية، سوريا تهتم بشؤون المواطن، سوريا تكون لكل السوريين. اجتمعنا من أجل مناقشة الوضع الاجتماعي والأمني والسياسي والاقتصادي والمعوقات في محافظة الرقة بشكل عام، وبنفس الوقت إعلان تضامن العشائر مع القيادة في شمال سوريا وقيادتها الديمقراطية، وإنه إحنا كلياتنا برأي واحد، وإنه إحنا القرار اللي نتخذه هو اللي ينفذ.